عمال اليمن في عيدهم العالمي، بطالة وحرب ومخاطر تهدد حياتهم. ما أثر الصراع على اليد العاملة في اليمن؟ ألم يحن وقت بدء مرحلة تنفيذ إعمار اليمن لتوفير فرص عمل في المناطق المحررة؟ أهلا بكم. أزمة ضاعفت الوضع الإنساني في اليمن، وفقد الكثير من العمال مصادر أرزاقهم بسبب الحرب، إضافة إلى انقطاع المرتبات عن العاملين في القطاع الحكومي منذ أكثر من عامين ونصف. في عيد العمال العالمي نذكر اليوم بانقلاب ميليشيا الحوثي التي تسببت في إيقاف 5 ملايين عامل في بلد يقف مسؤولوه غير مكترثين بحالة الفقر التي تضرب البلاد. رغم المطالبات بتفعيل البرامج والمشاريع التنموية في القطاعات التنموية والتي تمثل الإعمار والزراعة والصناعة الإنتاجية فرصة كبيرة لتشغيل واستيعاب الأيادي العاملة والكوادر الماهرة، يقف الموظفون في مواجهة التزايد المستمر في تكاليف المعيشة، ومئات الآلاف عاجزون عن إيجاد فرص عمل بعد أن أصيب سوق العمل في البلاد بشلل تام. ما الذي بيد الشرعية للقيام به في المناطق المحررة لتحريك عجلة الحياة والتنمية؟ كيف يمكن إيجاد بدائل وسوق إنتاجية لاستثمار اليد العاملة والحيلولة دون استمرار هذه البطالة وانتظار ما لا يأتي من المنظمات؟ اعتادوا على النهوض قبل الشمس بحثاً عن الرزق، يمضون على أمل بتوفير ما يسد حاجتهم ويملأ بطون أسرهم من الزاد القليل، لكنهم اليوم يمضون سحابة نهارهم دون عمل أو أمل. إنها الحرب. إيه هيدا الحرب، إحنا قاع بالحراك وإحنا ذي نحمل حق قاعها. قرابة 5 ملايين يمني من ذوي الأجر اليومي يواجهون أقصى الظروف بعد 4 سنوات من الحرب تعطلت خلالها عجلة التنمية وصودرت فرصهم بالعمل. يا أخي نحن وضعنا مدهور في الحرق، لا نجد العمل، ولو اشتغلت يوم توقفت أسبوع أسبوعين. الكيس البر ب 12,000، وإذا جاءت لفت نحن الجمعية التغذية العالمية قالوا تصالت تفرق يعني للأعيان أعيان، ما استهدفش اليد العاملة الضباها الواقف بالحرقة. واقعون بين حكومة لا تراهم وبين ميليشيا إن نظرت إليهم رأت فيهم وقودا بشريا لجبهات القتال، فيما يمضي قرابة 1,200,000 موظف أيامهم بانتظار انفراجة في رواتبهم. العمال وهو غير عيد العمال، عيد الموظفين الذي يجدوا أنتوا لهم القات صرفوا بيوتهم، أما نحن مراقين بالحراقات. في يومهم العالمي الذي يصادف الأول من مايو كل عام، يتعرض العامل اليمني لإدلال الحاجة وفقدان رواتبهم وقهر البطالة. عيد العمال عاطلين عن العمل. كيف وضعكم أنتم؟ ها؟ كيف وضعكم في العمال؟ وضعنا لان نجلس بلا عمل. العمال اليوم اكثر شريحة مسحوقة في اليمن حيث لا رواتب ولا دخل. يخوض عمال اليمن حربا يومية لتوفير لقمة العيش لهم ولاسرهم في ظل ظروف صعبة. خرجنا ناجحين. نجري يلا وانت تحوس قوت يومك. غياب التنمية وتعثر حركة الاقتصاد خلال العامين الماضيين فاقمها عودة عشرات الآلاف من العمالة اليمنية في السعودية، كل ذلك ألقى بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين. اليمني الذي قدس العمل وثقافة الإنتاج وأسس لحضارة كبيرة يجد نفسه اليوم وحيدا في مواجهة ظروف حرب جرفته وألقت بآثارها الثقيلة عليه. إذن مشاهدينا الكرام، كل عام وجميع العاملين بألف خير. في هذا اليوم نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ معاذ الخياطي، مسؤول العمل والاستثمار بالجالية اليمنية في تركيا، كما سيكون معنا الدكتور محمود البكاري نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. مساء الخير عليكم ضيفي العزيزين. مساء النور والعافية. إذا أبدأ معك أستاذ معاذ، نحو 5 سنوات من الحرب، كيف حل عيد العمال هذه المرة على اليمنيين؟ أولا مساء الخير، وأحب من منبر قناة بلقيس أن أهنئ كافة عمال اليمن، عمال اليمنيين في الداخل والخارج، وأخص بالذكر العاملين في قناة بلقيس أولا، وأخص أيضا العاملين في تركيا،
والعاملين الموجودين في الداخل الذي يعانون الأمرين. صحيح. عيد العمال عاد هذه السنة وكأن حال العامل يقول كما قال المتنبي عيد بأي حال عدت يا عيد. عيد العمال في العالم يحتفل به إلا اليمني يعاني فيه. يذكر اليمني بالمواجع، يذكر العامل اليمني بمواجعه ومأساه، يذكر أنه فعلا أصبح مسحوق إلى آخر درجة بما يعاني. نعم. إذن دعني أنقل سؤالي للدكتور محمود. دكتور محمود، لو وصفت لنا وضع العمال في تعز ما بعد الحرب، كيف تغيرت حالتهم؟ في البداية شكرا جزيلا، وطبعا نتقدم بالتهاني والتبريكات للعمال والعاملات في كافة مواقع العمل والإنتاج على امتداد الأرض والساحة اليمنية. والحقيقة أن نحن اليوم في محافظة تعز دشنا وقمنا باحتفال خطابي وفني تكريمي للعمال بمناسبة اليوم العالمي للعمال الأول من مايو، وبحضور محافظ المحافظة وقيادة السلطة المحلية والكافة الأجهزة المعنية. وقد قمنا بتكريم 314 عامل وعاملة من القطاع العام والقطاع الخاص، وركزنا بالتحديد على تكريم عمال النظافة، كون النظافة هي في الأساس تعد أهم موارد التنمية. وفي الحقيقة نحن اليوم سعداء بما قمنا به من إنجاز بما له من دلالة رمزية، وهو استقرار الأوضاع في محافظة تعز وتحسن الأوضاع وبدأ عجلة التنمية تدور حول الأمام إن شاء الله. نعم. طبعا ما يتعلق بوضع العمال في محافظة تعز، الحقيقة أنه وضع مأساوي. طبعا لا شك أن الحرب أثرت كثيرا على محافظة تعز بحكم الحصار المفروض منذ ما يقارب 4 سنوات، وأيضا توقف المرتبات لأكثر من 3 سنوات تقريبا، وهذا كله ألقى بإضلاله على وضع الحركة العمالية في محافظة تعز. ونحن نتمنى أن يكون هناك ضمن خطة الحكومة إعادة تفعيل الحياة الاقتصادية في المناطق المحررة، بحيث يكون هناك تنمية حقيقية، لا ننتظر حتى يتم حسم المعركة أو ما شابه ذلك. نعم. إذن لو تحدثنا أيضا عن توقف نشاط الشركات المحلية والأجنبية التي كانت تشغل ملايين العمال، ربما بنسبة 60% من العمالة في القطاع الخاص في اليمن، ماذا عن الشركات والمصانع في تعز اليوم؟ هل هناك شركات ومصانع ما زالت تعمل؟ نعم نعم، هناك الآن المصانع التي تعمل خارج نطاق الأراضي تحت سيطرة الشرعية اللي هي في مناطق الحوبان، شركة هايل سعيدة نعم تزال تعمل هناك، ولدينا هنا في مدينة تعز بعض الشركات القطاع الخاص تعمل أيضا، وكلهم الآن في إطار إعادة ترتيب الأوضاع من جديد يعني. نعم. إذا أعود، ابقى معنا دكتور محمود، أعود إليك أستاذ معاذ. أستاذ معاذ، يعني بعد انقلاب الحوثيين تسبب هذا الوضع في إيقاف 5 ملايين عامل تقريبا حسب إحدى المنظمات أو حسب تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال، ما مصير هؤلاء الذين فقدوا مصدر رزقهم، مصدر إعالة أسرهم، وبرأيك أين هم اليوم؟ مصيرهم طبعا جدا محزن، يعني الكثير فقدوا أعمالهم، الكثير فقد مصدر رزقه، الكثير أصبحت فرص العمل نادرة قدامه، خصوصا حتى كما تطرقت في المقدمة أنه انقطاع الرواتب أيضا أضاف عبء فوق العبء، أضاف أنه يد عاملة أخرى من يومين أو 3 أيام في تواصل في الفيسبوك والوسائل الاجتماعية. شفنا صور دكاترة، أستاذ دكتور في جامعة أبي يشتغل عتال يعتل كراتين شملان ويشغل في عتال، يعني معناه أنه حتى العتالة أصبحوا الموظفين ينافسوا عليها. فالعامل أصبح بالكاد أو يكافح لقمة العيش، يعني مسألة بقاء. نعم. وصلنا إلى نقطة مسألة البقاء. صح. مسألة الخوف من الموت جوعا. نعم. إذن أستاذ معاذ، أيضا يعني الكثير حاول بعد الحرب أن يخرج خارج البلاد ليحاول أن يعني يجد فرصة عمل ربما تحسن من دخل أسرته، وهناك العديد من هؤلاء هنا في تركيا، كيف هو وضعهم؟ بالنسبة للعامل اليمني في تركيا بدأ يعني يعاني من عدة أشياء.
أولها تدهور الليرة، يعني العامل كان يشتغل راتبه في الليرة، فالذي كان يشتغل ما يعادل 500 دولار الآن أصبحت تقريبا 200 دولار أو 250، بالرغم إلى بالإضافة إلى إيش يقولوا له الأعباء الموجودة عليه داخل الوطن، الذي كان متحمل أسرته لحاله إذا كان رب أسرة بقى يتحمل أسرتين ثلاث نظرا للظروف الموجودة الآن اللي ذو أخوه وأخوته وأمه وأبوه، فقل دخله وزاد أعباءه. أيضا نعاني أو يعاني العمال اليمنيين في تركيا من مسألة إقامة العمل، صعوبة استصدار إقامة العمل، فيشتغلوا بالإقامة اللي هي الإقامة السياحية، السلطات بتغض الطرف نظرا للظرف الموجود الآن وكذا، ولكن بيجي يوم أنه لازم يكون عندك إقامة عمل والله معك، وهي صعبة جدا هنا في تركيا. أيضا بيعانوا الكثير الكثير من العمال اللي يدخلوا تركيا، بيتواصلوا معنا بشكل شبه يومي في حال عجزنا مشان الفيز، من أجل الموضوع الفيز هذه مغلقة عليهم، خاصة ربما بعد قانون السعودة الذي بالضبط يعني طر كثير من اليمنيين، كثير من اليمنيين جاءوا من تركيا فرص عمل، وصلوا اليمنيين إلى أكثر من 20,000 يمني في تركيا ليحصلوا على إقامة تركية، حاصلين على إقامة تركية داخل تركيا بحسب الإفادة من إدارة الهجرة والجوازات، أنه وصلوا إلى أكثر من 20,000. فرص العمل يعني مقابل الشعب التركي ما شاء الله الشعب التركي شغال جدا، فتكون قليلة جدا. ومن هنا أدعو أصحاب الشركات ورؤوس الأموال اليمنيين أن يجعلوا الأولوية في تركيا لتوظيف اليمنيين. نعم، إذن دعني أسأل دكتور محمود عن العمالة أيضا العائدة من السعودية والتي اختارت العودة لبلدها دكتور، والتي تضررت طبعا من قوانين السعودة والرسوم، ما حجمها بالنسبة لتعز وما حجم تأثيرها على يعني سوق العمل في المدينة؟ نعم، وهذه مشكلة إضافية كبرى بالنسبة للعمالة اليمنية. طبعا احنا لو عدنا الى اخر احصاءات التعداد السكاني عام 2004 نجد ان معدل البطاله في اليمن كان يتجاوز 50%. الان اذا وعدنا للاحصاءات وقرينا احصاءات بنجد نسبه البطاله والفقر قد ارتفعت اضعاف في اليمن. طبعا هذه المشكله الكبرى التي نعاني منها الان، وهي التضييق على العماله اليمنيه في دول الخليج او في تحديدا في السعوديه، هو يعد من اهم الاسباب التي ادت الى اضعاف الشرعيه، لانه هذا الموضوع ادى الى عوده كثير من الناس وادى الى فقدان المصداقيه في معالجه قضيه الملف اليمني. المفروض ان السعوديه تقوم الان بدور اخوي انساني في رفض او في دعم العمال اليمنيه على طريق دعم السعاده الشرعيه، وايضا من اجل يتم حسم المعركه ضد الانقلاب. اما ان يكون هناك معركه في الجانب العسكري، لكن في الجانب الاقتصادي في الجانب السياسي ما تزال القفات مفتوحه كلها ضد الشرعيه. فعودة ما يقارب مليون مغترب يعني أو بهذا الحدود، هذه كارثة على اليمن وعلى الشعب اليمني يعني في كافة المحافظات. نحن ندعو الآن إلى إعادة النظر في هذا القرار، وحتى يتم معالجة الملف اليمني واستقرار الأوضاع. نعم، يعني ما هو الأثر الذي يعني تضررت منه أيضا الاقتصاد دكتور بسبب عودة هؤلاء العاملين، وكيف ضاعفوا من المعاناة؟ طبعا معروف أن المجتمع اليمني يتكون من النمط التقليدي وما يسمى بالأسرة الممتدة. نحن لدينا الأب والجد والحفيد كلهم يعيشوا في بيت واحدة، وكلهم يعتمدوا على مصدر واحد للدخل وهو العائل بالذات المغترب. فعودة هذا المغترب أدى إلى حرمان الأسرة بالكامل من مصدر معيشة، وبالتالي زادت البطالة وزادت المعاناة وزاد الفقر. ولذلك نقول إن المطلوب الآن إعادة النظر في هذا القرار حتى يتم معالجة الأوضاع على أسس سليمة. طبعا لا شك إن العمالة هنا في تعز الآن تعتمد على برامج الإغاثة، وهذه طبعا حلول إسعافية مؤقتة لا يمكن الركون إليها. الأصل أن يكون هناك برامج تنموية، ولا يمكن القبول بأي عذر من الأعذار في مسألة تعجيل أو تأخير أو بطء عملية التنمية في المناطق المحررة. يجب أن تصير المعركة في وقت واحد في كل الاتجاهات. نعم، إذن لو عدت إليك أستاذ معاذ، يعني برأيك كيف ساهمت الحرب في ارتفاع نسبة البطالة وتعطل مصالح العمال؟ طبعا الحرب دائما هي سبب رئيسي للبطالة، ولكن أيضا توقف الرواتب الموظفين اتجهوا إلى السوق
او الى سوق العمل من اجل توفير لقمه العيش، لانه مش معقول يجلس هو واولاده بدون 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 دخل. ما هي ما هي الخيارات المتاحه امامه؟ الخيارات انه ممكن الان معنا 80% من الارض محرره، الشرعيه المفترض انها توفر في هذه الاماكن فرص عمل، تعمل مدينه نموذجيه. لو عملوا مثلا مارب او عدن، العاصمه عدن، العاصمه عدن في 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 قبل سنتين او قبل سنه ونص، بدل اول ما مسك الحزام الامني بدل ما يوفروا مدينه نموذجيه قاموا بطرد عمال المناطق الشماليه، ابناء تعز وابو، قاموا بطردهم. يفترض من الشرعيه مثلا الرئيس عبد الرب منصور هادي توفير اماكن او توفير مدينه نموذجيه، خاصة أنها بحاجة للإعمار. يعني متى سيتم تعميرها؟ يعني ما زالت مارب، البلاد على ما تركت في حضرموت، محراح، شبوة، مساحة شاسعة. هذه إذا توفر فيها، بدؤوا في الإعمار فيها، بدؤوا بتوفير فرص العمالة، تسهيل. أما أن العامل الآن إذا أصبح يريد ينزل من تعز ومن إبي إلى عدن يلاقي الأمرين بالوصول إلى عدن، المسافر غير مش حتى العامل. إذا كان هذه المناطق اللي ماسكت لها الشرعية، فايش نتوقع من المناطق؟ خذوا الواحد يروح يقاتلوا مع الحوثي العمال، هذا يضطر انه يروح عشان يقبض اجر وكذا يروح يقاتل بالجبهات. نعم. اذا اسمح لنا ان ينضم معنا انت والدكتور محمود، ان ينضم معنا الاستاذ عبد الله باجهام مدير عام الشؤون الاجتماعيه والعمل بوادي حضرموت عبر الهاتف من المكلا. مساء الخير استاذ عبد الله. نعم أستاذ عبد الله، في عيد العمال في الأول من مايو، كيف ترصدون أوضاع العمال في هذا العام وما هي أبرز التحديات التي يواجهونها؟ بسم الله. بداية الحمد نشكر جناتكم على هذه الاستضافة، لكن في أن أتحدث عن أوضاع العمال أقول لكم في حرمت أننا نحتاج من خلال عدد من الورش العقل وحلقات النقاش والمدوات التي تدير الفترة السابقة من أجل التوزيع لحقوق العمال وإجزاء مصدر معارض العمل. أستاذ عبد الله المعذرة منك، لا أستطيع سماعك جيدا بسبب سوء الاتصال من المصدر، سنحاول التواصل بك من جديد حتى نسمعك بشكل أوضح. وأعود إليك دكتور محمود. دكتور محمود، يعني ما الذي قدمته الشرعية ومؤسسات الحكومة الاقتصادية والتنموية للتخفيف من أعباء هؤلاء العمال وخلق فرص عمل أخرى للعمالة الموجودة، خاصة ونحن نتحدث عن 80% كما تفضل ضيفي هنا في الاستوديو من المناطق المحررة؟ طبعا لا توجد حلول جذرية أو حلول ناجعة، إنما هو كل ما في الأمر انتظام صرف الرواتب منذ عام تقريبا، وهذا يعتبر لا يوفر حتى الحد الأدنى للمعيشة أو ما يسمى بحد الكفاف. يعني ما تزال الرواتب الآن تلتهمها ارتفاع الأسعار، كل هذا يؤدي إلى زيادة معاناة المواطن. طبعا هو هذا فيما يتعلق في القطاع الوظيفي الرسمي. طبعا الجانب الشعبي نجد أنه انعدام فرص العمل الآن توقفت بسبب عدم وجود يعني ما يسمى بالاستثمارات او ما يسمى بالحركه التجاريه، كل ذلك ادى الى زياده البطاله وزياده نسبه المعاناه والفقر. وكذلك حتى الموظفين الرواتب لا تفي بمحتاجاتهم اليوميه، فلذلك لابد من الاسراع في معالجه القضيه، حلول جذريه ناجعه تستهدف ايجاد حل المشكله بشكل جذري وليست حلول مؤقته او تقديريه. نعم، ما الذي يمكن ان تقدمه وزاره مثل وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل لخلق فرص لهؤلاء؟ طبعا نحن نعتقد ان وزاره الشؤون الاجتماعيه معنيه بقطاعين اساسيين، هما قطاع التنميه الاجتماعيه وقطاع الرعايه الاجتماعيه. فيما يتعلق بقطاع الرعايه الاجتماعيه، على سبيل المثال نحن في محافظه تعز توقف هذا القطاع والذي يهتم برعاية الأيتام والأحداث والمعاقين والعجزة إلى آخره، كل ذلك توقف بفعل حرب.
ولذلك لابد من إعادة النظر في تفعيل دور قطاع الرعاية الاجتماعية وصرف المستحقات أو الميزانية المرصودة لهذا القطاع. فيما يتعلق بقطاع التنمية الاجتماعية، لدينا منظمة المجتمع المدني تنشط بقدر الحدود المتاحة في مجال تقديم الإغاثة، في مجال تقديم برامج التوعوية، في أثناء الطوارئ، في لدينا بعض البرامج التي تقدم لحماية الأطفال من العنف ومن الاستغلال أثناء الحروب، كل ذلك في إطار ما يسمى جهود الشؤون الاجتماعية. لكن يفترض أن مسألة الحماية الاجتماعية تتشارك فيها عدة مؤسسات، الشؤون الاجتماعية، صندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق الاجتماعي للتنمية، عدة جهات لابد أن يكون لها أو ما يسمى بالتشبيك بين هذه الجهات، بحيث يكون هناك رؤية أو برنامج موحد لمواجهة المشاكل التي تعاني منها محافظة تعز. إذن اسمح لي ضيفي العزيزين، عاد إلينا الأستاذ عبد الله بجهام مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الله، وكنت سألتك حول أوضاع العمال في حضرموت، ويعني خاصة في اليوم الأول من مايو عيد العمال. مرة أخرى نشكركم على إتاحة هذه الفرصة الطيبة في قناة الجيش. وبخصوص العمال في حضرموت أقول هناك بفضل الله عز وجل أقيمت عدد من الندوات وحلقات النقاش وورش العمل لأرباب العمل من أجل التوعية العامة بحقوق العمال. وكذلك حقيقة تم النزول الميداني على كثير من المنشآت للاطلاع على واقع العمال والتأكد من التأمين على العمال وإعطائهم حقوقهم على الواقع العملي. وهذا الأمر تم على يعني عدد كبير من المنشآت التي بعد ذلك تأكد لدينا أن الواقع يمشي بصورة جيدة. اللهم بحاجة إلى توعية كبيرة جدا في المجتمع، ومن خلال حديث اليوم العالمي للعمال أول من مايو اليوم تم عبر القنوات المحلية في حضرموت خصوصا الوادي التوضيح بدور العمال وحقوقهم، وكذلك التوضيح لأرباب العمل ما هو مطلوب منهم على الواقع. فكان حقيقة اليوم توعية عامة يعني شهد لها الواجب بشكل عام. إذن أستاذ عبد الله، يعني إلى أي حد أثرت الحرب على فرص العمل في حضرموت وعلى أوضاع العمال؟ حقيقة بالنسبة للحرب أثرت تأثير واضح وملموس. كثير من المنشآت كانت تعمل بشكل كبير جدا، الآن تخلت عن أعداد كبيرة جدا من العمالة. حتى الآن هناك توجد أعداد كبيرة من العمالة بطالة موجودة على الواقع، ولذلك شكلت يعني عبء كبير جدا على المنتهى. حاولنا حقيقة نعمل ونجد فرص أخرى للعمال بتوعية لأرباب العمل باستيعاب هذه الأعداد الكبيرة جدا الموجودة على الواقع. ولذلك يعني الموضوع البطالة اليوم نحاول نجد عدد من الحلول حتى نحن نحاول أن نقف مع العمال الذين اليوم هم حقيقة يؤدون رسالة كبيرة جدا في المجتمع، بل هم اليوم يعدون يعني القطاع الهام الذي ينبغي أن يولي اهتمام كل فئات المجتمع. هذه الشريحة أقول التي ينبغي أن تعطى لها اهتمام، وربما نحن نذكرها اليوم في اليوم العالمي للعمال، بل ينبغي أن تعطى اهتمام طوال العام، كون له تأثير كبير جدا داخل المجتمع. إذن ابقى معنا أستاذ عبد الله، سأعود إليك أنت وأستاذ معاذ، ولكن بعد أن أعود إليك دكتور محمود. دكتور محمود، فيما يتعلق بملف إعمار اليمن بعد الحرب، برأيك إلى أي حد سيسهم هذا الملف في توفير فرص عمل وإنعاش الحركة العمالية والقطاع الخاص؟ نعم حقيقة نحن الآن نتمنى أن يتم الشروع في هذا الملف، على اعتبار أن هو يتعلق بالبنية التحتية، البنية التحتية المدمرة في اليمن بحاجة إلى إعادة أو إسراع في إعادة تأهيلها وإعادة الإعمار. لدينا أيضا ما يتعلق بالقطاع أو ما يسمى بالتعويضات للمتضررين من المدنيين، المباني، المنازل، المحلات التجارية، كل هذه مدمرة، وبالتالي لابد من إسراع أو تشكيل لجان لإعادة التعويض أو لتعويض أصحاب المنشآت الخاصة. لدينا المدارس وبعض المنشآت الصحية وكل ما اللي تعرضت للتدمير بحاجه الى عدد اسراع في عدد الاعمار. ونتوقع ان يتم تحريك الجانب الاقتصادي من خلال اعاده تفعيل او اعاده الاعمار وامتصاص الكثير من الايادي العامله التي الان بحاجه الى ان يتم
توجيه الاهتمام لكي تخفف المشاكل التي يعاني منها المجتمع. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمود البكاري نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أعود إليك أستاذ معاذ. أستاذ معاذ، يعني تحدث معنا لو لاحظت الأستاذ عبد الله بجهام كيف التقوا بأرباب العمل في العديد من الندوات للتوضيح بحقوق العمال، برأيك يعني كيف تساهم النقابات العمالية في رفع الوعي لدى العمال بحقوقهم، خاصة وأنت تعلم يعني في اليمن جانب الحقوق غير وارد وغير موثق في عقود رسمية و إلى ما ذلك. العقود الرسمية بالنادر بعض الشركات اللي تكون عاملة لها الشركات الرائدة الكبيرة، أما في النقابات العمالية يفترض منها بها أن تقوم بدورات توعية ليس لأرباب العمل وإنما للعامل نفسه كي يعرف حقوقه. أيضا يفترض بها التنسيق مع الجانب الرسمي الممثل بالشؤون الاجتماعية أنه يوعوا العامل أنه يكون أنت حقك 1 2 3 وليس فقط إملاء الواجبات على العامل. نعم. عندنا يتم إملاء فقط الواجبات على العامل في حال أنه إذا كان أي حقوق لا يحصل عليها أو يكون نفسه مش عارف إيش هي إيش هذه الحقوق الذي هي له، فتحصله يظلم كثير وما هوش عارف كيف يطالب بحقه. صحيح. عدم وجود جهات تتبنى هذه المشاكل، عدم وجود النقابات العمالية غير مفعلة بالشكل الذي يؤدي حتى الحد الأدنى من هذا الجانب. أيضا مع الحرب ومع الأوضاع التي تمر فيها البلاد أصبح دور النقابات العمالية تقريبا شبه واقف شبه مهمش، ما فيش حاجة اسمها نقابة. إذا كان الجانب الرسمي غير موجود أو شبه متناوم يعني شبه نائم، فما بالك بالنقابة اللي هي طوعية و إذن اسمح لنا فقط أن أعود للأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، فيما يتعلق بالعائدين من السعودية والمتضررين من قانون السعودة ومن الرسوم الأخيرة، هل يعني أثروا بشكل أو بآخر على الوضع وكيف تم استيعابهم؟ حقيقة بالنسبة لهذا الجانب أقول أثر تأثير كبير جدا، أعداد كبيرة جدا وصلت إلى حضرموت وإلى محافظات كثيرة جدا باليمن. نعم. الأعداد الكبيرة هذه التي وصلت تمتلك خبرات وتمتلك قدرات، وللأسف المجتمع أقول إلى الآن لم يستوعب هذه العمالة التي وصلت والتي ينبغي اليوم أن تعطى اهتمام من كل القوى العاملة في المجتمع. حاولنا بذلنا جهود كبيرة جدا مع بعض المنظمات الموجودة محليا أن تعطى اهتمام خاص وأن توظف هذه القدرات التي يمتلكونها، وعلمنا الكثير من الشركات إن الآن توجد خبرات في مجالات محددة قد لا توجد في كثير من المواقع موجودة في لدينا في حضرموت، وبعض الشركات استوعبت هذه العمالة بعد ما أعلنا عنها وخبراتهم وقدراتهم على الوادع. فأقول أنا بالنسبة وجود اليوم العمالة العائدة يعني خصوصا من السعودية، أقول فرصة لنا في كل محافظات الجمهورية ينبغي أن تستغل وينبغي أن يتم الاستفادة منها، كون يملكون خبرات وقدرات غير عادية، وأنا قلت مع العائدين هم جزء من المجتمع، بل هم أقول أكثر احتياج في الوقت الحالي. نعم. ووقوف حقيقة الآن أقول السلطة المحلية يعني بالمحافظة والكثير جلس يعني على طاولة واحدة يناقشون الهم في آلية استيعاب الأعداد الكبيرة جدا من المغتربين في واقع المجتمع. نعم. إذن كونكم يعني مكتب شؤون اجتماعية وعمل، كيف يمكن رفع معاناة العمال وتحسين أوضاعهم من وجهة نظرك؟ حقيقة نحن بعد النزول الميداني لأعداد كبير جدا أكثر من 100 منشأة يعني خلال فترة بسيطة تولد عندنا هناك، أن وجدنا الأعداد يعني غير مأمن عليهم، عدم إعطائهم حقوقهم، يعني عدم إعطاء الأجازات، عدم التوعية بالقانون في التعامل من قبل أرباب العمل مع العمال. استطعنا أقصد يعني وهذا جزء عدد كبير بهذا الحال، والبعض عنده هناك
لديه يعني تعامل مع الجنوب بصورة صحيحة، لكن ما زال عدد كبير في المجتمع يجهل التعامل مع القانون. تم هناك كما ذكرت في البداية التوعية بالقانون، واستطعنا أقول الآن من خلال الوقوف مع العامل بأن يتم التعامل مع أرباب العمل بتوضيح لهم قانون العمل، وإذا لم هناك يتم التعامل بقانون العمل هناك التعامل بالإجراءات القانونية، حتى أن العامل هذا يكون في إنصاف دول وقوف معه، وكذلك نعرف العامل دوره في تلك الشركة وذلك المصنع حتى كمان يعرف أن يؤدي واجبه بالشكل المطلوب مع أرباب العمل. فالآن أقول الآن كوقوف مع العمال بالصورة أقصد التوعوية هذا مجال، والمجال الآخر مع أرباب العمل كتوعية عامة بشكل عام في المجتمع. وعند النزول الميداني أرباب العمل الآخرين عندما شعروا في نزول ميداني، وأنا أوجه رسالة لكافة مدراء العموم الشؤون الاجتماعية والعمل بأن يكون هناك فعل جانب قطاع العمل، ويكون هناك خروج ميداني على الواقع، ويكون هناك توعية في المجتمع. والجانب الآخر كثير من أرباب العمل عندما عرفوا بقانون العمل والتوعية وأهمية التعامل بالقانون هم وصلوا طوعية إلى مكتب العمل ومكتب الشؤون الاجتماعية العمل، وعدوا عقود العمل التي كانت غايبة أقول في كثير من المواقع العمل، أصبح أرباب العمل هم يأتون طوعية ويأتي بالعقد على حسب القانون، وهذا الذي نتمناه أن يكون سائد في كل محافظات الجمهورية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله بجهام مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت، كنت معنا عبر الهاتف هناك. أعود إليك أستاذ معاذ. أستاذ معاذ، برأيك ما أهمية استقرار القطاع الخاص على مستوى استقرار المجتمعات والحركة العمالية؟ القطاع الخاص بالذات يعني في كل أنحاء العالم يعتبر هو الوجه الآخر للدولة، يعني قد يستوعب أكثر مما يستوعبه القطاع الحكومي من وظائف اليد العاملة، سواء أصحاب الشهادة العليا أو اليد العاملة العادية الذي لا تملك أي شهادة، من عامل النظافة أو مهندس النظافة كما يسمون اليابانيين، طبعا هذا مغبونين في الوطن العربي بشكل عام، عامل النظافة بالرغم أنهم أهم عمالهم. قد يغيب أكبر مسؤول في الدولة لا يؤثر على البلد، لكن إذا غاب عامل النظافة لمدة أسبوع خربت البلد. فالقطاع الخاص استقراره واستمراره بالعمل يوفر الكثير من فرص العمل، يوفر الكثير من الأيدي العاملة أو البطالة، يستوعب الكثير من البطالة، حتى يعني مثلا الان في الظرف الراهن لليمن الكثير. الاستاذ الدكتور محمود البكاري قال ان مصانع الاخوه بيت هايل شغاله في الحوبان، ولكن ليس كما كانت شغاله في الوقت السابق، حتى هي انخفض شغلها، انخفض حتى العامل كان ربما يحصل على اوفر تايم، يشتغل اوقات اضافيه، الان يلا يحصل راتبه، او احيانا يحصلوا على إجازات بدون راتب نظرا لعدم احتياج العمل لهذا العمال لفترات متباعدة. أيضا استقرار القطاع الخاص يمثل استقرار الاقتصاد، استقرار الاقتصاد في البلد في أي بلد كان. إذا انضرب القطاع الخاص، الدول العظمى معظمها قطاعات خاصة، الدول العظمى معظمها شركات خاصة، حتى بعض الدول فيها وزارات حكومية هي قطاعات خاصة فيها. فاستقرار القطاع الخاص يعتبر استقرار للبلد واستقرار لاقتصاد البلد. إذا هل يمكن في ظل استمرار الحرب، هل بالإمكان يعني العمل على تعافي وتحفيز أطراف الإنتاج من القطاع الخاص وغيره لمعالجة هذه الإشكالات؟ إذا الدولة جادة بالشيء هذا ممكن توفير بيئة آمنة في المناطق المحررة للمستثمرين، لأصحاب القطاع الخاص بيئة آمنة. نعم. بهذا سوف فعلا القطاع الخاص يحتاج لأمن يعني. نعم. بهذا سوف يستوعب الأيدي العاملة الذي هي الآن واقفة، يستوعب معظم البطالة الموجودة إذا لم تكن كلها. بيعملوا حل كبير، لكن في حال الغياب الذي مش تمام للدولة حقنا، فهذا
يسبب عدم أو نفور رؤوس الأموال من البلد زي ما نفرت من السابق، الآن تنفر أكثر. يعني حتى الآن في رؤوس أموال كثيرة خرجت من الخليج بسبب المضايقات الأخيرة أو بسبب القوانين الأخيرة وكذا، واتجهت إلى دول أخرى منها الصين، منها تركيا، منها ماليزيا. ليش ما اتجهوا هذول اليمن؟ لأنه ما فيش بيئة آمنة، ما فيش جدية من الدولة لتوفير البيئة الآمنة. لو في جدية، أنا زي ما تكلمت في البداية، في معنا 80% من اللي مسيطرة عليها الشرعية، لماذا لا تسووا بيئة آمنة في هذه المناطق؟ ليش ما تسووا حكم تخلوا الناس في المناطق الباقية الذي عادة تحت سيطرة الحوثي هم يطالبوا بالوصول إلى مثل هذه المناطق؟ نعم. إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أختي. أهلا بك. إذا برأيك أستاذ عبد الهادي، كيف أثرت الحرب والانقلاب الحوثي أيضا على الحركة العمالية والقطاع الخاص؟ أعتقد أن المسألة واضحة من قيمة العملة ومن عدد المؤسسات المغلقة، سواء كانت المؤسسات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. هناك العشرات من المصانع المغلقة أو بعضها يعمل بالطاقة الإنتاجية الصغيرة جدا أو المنخفضة في أغلب الأماكن. هناك ارتفاعا في الوقود، هناك مشكلة في النقل والوصول للأسواق. هذه المسألة انعكست على العمليات الثلاث. العملية الأولى وهي عملية جلب المواد الخام والمواد الأساسية لكل هذه المعامل والورش والمصانع الصغيرة. ثم العملية الثانية وهي عملية الإنتاج. هناك إتاوات، هناك فرض إتاوات، تقطعات، هناك سيطرة على المواد، هناك غيابا للكهرباء، ومن ثم تحكم في قيمة المشتقات النفطية وانعدامها وكذلك الغاز. ثم وصلت المسألة إلى قطاع التوزيع والقطاع التجاري أي التسويق الذي يعاني إشكالات أدت في قسم كبير إلى إما فصل العمال أو منحهم إجازة بدون راتب أو العمل عند الطاقة الدنيا. حتى في مسألة الرواتب هناك إيقافا لمسألة الحوافز، الغالبية العظمى بدون عمل. هذا بالنسبة لمن نعتبرهم موظفين في أعمال دائمة. أيضا قطاع المقاولة ضرب تماما، عمال التراحيل أو عمال البناء والإنشاءات، وحتى المسألة الزراعية، العمال الزراعيين هناك انعداما في البذور المختلفة بشكل عام، بالذات البذور المستوردة، حيث أن أغلب المزارعين يشكون انعداما في البذور، يشكون أيضا من مسألة عدم وجود مبيدات، عدم وجود أسمدة. الأسمدة ربطها البعض أنها تستخدم كمواد متفجرة وغيره. هذه المسألة تحولت، انعكست على مستوى العامل داخل البلد بشكل عام. هنالك نسبة بطالة لا تقل الآن عن 60% من إجمالي القوى العاملة، وهذا ما يفسر اندفاع الجميع إما للانخراط من الجيش أو للتوجه إلى المناطق الشمالية والشرقية أو الحدود الجنوبية. أصبحت العملية أي لا ملاذ آخر غير الذهاب باتجاه الجيش أو الاغتراب، الذي أصبح أيضا صعبا جدا أمام حالات التهجير القائمة. لم تقم الشرعية أيضا بإعارة اهتمام. هناك مثلا في تعز يقال أن 55 مؤسسة في المنطقة المحررة مغلقة، وهنالك إشكالات بعض الأماكن. لما لا يتم إعادة تفعيل مثل هذه المؤسسات أستاذ عبد الهادي، حتى على الأقل يعني كما تفضل ضيفنا في الاستوديو، يشعر من هو في المناطق المحررة بوجود دولة تهتم بمثل هذه الأمور؟ المسألة لم تأتي لا من عدن ولا من حضرموت. هنالك موجة حالة من العدائية لبعض رؤوس الأموال، مثلا المنتقلة من المحافظات الشمالية أو غيرها، تعرض البعض للمصادرات، تم البسط على ممتلكات لهؤلاء. وكاننا نأمل أن ينتقل قسم كبير من رأس المال، سواء من العاصمة أو من تعز أو من الحديدة أو من أب إلى عدن، وتعود لعدن الدورة الريادي. لكن مع الأسف عدن نفسها لم تتعافى بشكل كامل،
وتظل مشكلة الطاقة واحدة من المشكلات، مشكلة النقل وانتشار عشرات النقاط، فرض إتاوات لا منطقية، أسعار مواد النقل وغيرها. هذه كلها إضافة إلى الشعور بالأمان، تعرض البعض أيضا لابتزاز مع الأسف الشديد من بعض قيادات مع الأسف الشديد جدا في المقاومة، ما كان يعرف بالمقاومة، أو بعض قيادات الجيش التي تتسلط حول هذه المسائل. الحوثيين مارسوا تضييقا مخيفا في الفترة الأخيرة، سمعنا أن هنالك 30 صاحب شركة تحت الإقامة الجبرية. نعم، كما فرضت أتاوات عليهم أستاذ عبد الهادي، يعني سيطرة الحوثيين على موارد الدولة بشكل دائم. نعم، كيف ساهم كل ذلك في معاناة العمال برأيك؟ هذه تنعكس على العامل، عندما تتعرض أنت لخسائر تنعكس على راتب العامل وما يتقاضاه، عندما تتعرض أنت لابتزاز ترتفع قيمة المواد، إذا يقل الاستهلاك، هنا يصبح عدد كبير من العمال قيمة فائضة. غير أن هناك قطاعات شبه متوقفة أشبه بقطاع البناء والإنشاءات وغيره. هذه المسائل أيضا مرتبطة بسهولة الاستيراد بالمواد، حتى الإمكانية، أي أن السلطة الشرعية لم تولي هذه المسألة أي أهمية بالمعنى المنطقي أو بالمعنى العام. حصل مثلاً في 2016 و15 في 2016 في 2017 تهجير لعدد كبير من العمال لأصحاب محلات بسيطة في المحافظات الجنوبية في موقع عدائية غير مبررة. اليوم لا تستطيع أن تغلق مكاناً على نفسك وتدعي أنك متفوق. هذه الفترات انتهت من تاريخ العالم. اليوم هل هذا المكان قادر للاستثمار، أو أن التاجر وطنه حيثما يحقق ربح؟ وبالتالي تنعكس هذه المسألة على الضرائب، على دخل الدولة، على مفهوم الاستقرار، على أيضا إمكانية خلق حالة من الهدوء النسبي والاستقرار العام، أيضا تحسن في الوضع. هذا شعب لديه قدرات غير عادية، وهو شعب عامل. ربما اليمني قد يكون الوحيد الذي لو ظل 3-4 أشهر بلا عمل قد يصاب بحالة نفسية. ومع ذلك حاول الناس التكيف في المناطق الريفية التي نزحوا إليها أو فرض عليهم البقاء، توسعوا في بعض المناطق الزراعية، لكن أعاقتهم مشكلات أن لا وزارة الزراعة موجودة، لا إرشاد، لا غيره. المنظمات جميعا مختصة في مسألة التغذية والسقاية كما يقال لم تصل إلى الجانب التنموي. هنالك العشرات من المهن والحرف بدأت تختفي لأن موادها الخام غير موجودة من جانب الأسواق أيضا وإمكانيات الناس المادية. في الأخير المسألة ترتبط بمدى قدرة الإنسان على خلق حياة. صحيح، إذا شكرا لك. نعم، شكرا لك أستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي وأيضا وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة أخيرة لك أستاذ معاذ، برأيك ما الذي يمكن عمله لتدارك، على الأقل ما يمكن تداركه لأجل العامل اليمني، وهذا اليوم يذكرنا بهذه المعاناة؟ التحرك الجدي من الحكومة. نعم. حكومة الشرعية لازم أن تتحرك التحرك الجدي، توفير بيئة مناسبة للاستثمار، البدء بإعادة الإعمار في المناطق المحررة، كما قال تفضل الدكتور محمود من قبل، البدء قال أنه يتمنى، ولكن لماذا لا يطالبوا بالبدء فعلا وليس بالتمني، ولكن بالمطالبة بالبدء فعلا، بالبدء بإعادة الإعمار في المناطق المحررة. بهذا سوف تتوفر الكثير من الفرص العمل، بهذا سوف يتم إعادة عجلة الاقتصاد أيضا. أيضا المطالبة من الأخ الرئيس، وكما تفضل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني في أول جلساتهم أو ثاني جلساتهم، بالمطالبة ولي العهد وصاحب السمو الملك سلمان باستثناء اليمني من القرارات، خصوصا في وضع الحرب، كونهم موجودين في الرياض، يعني فرصة موجودين في الرياض على الأقل يطالبوا بالأشياء هذه. نعم. أيضا قلت لك عمل المناطق المحررة، إيجاد بيئة للمستثمر اليمني آمنة
بيتوجهوا كثير من رؤوس الاعمال، بيفتحوا مصانع، بيفتحوا شركات، بيعملوا اشياء كثيره، حتى المصانع المشاريع الصغيره قادره على تحريك. في رؤوس اموال كبيره جدا مستعده ترجع بس تلاقي بيئه امنه. نعم، وبستوعب الكثير من الايدي العامله. نعم، شكرا جزيلا لك معاذ الخياط، مسؤول العمل والاستثمار بالجاليه اليمنيه بتركيا، كنت معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني. الشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.